مرحبا بكم في هذا العدد الثاني الخاص بالجنسية الفرنسية بالنسبة للتونسيين. في هذا العدد الثاني سأشرح القوانين والشروط التي وضعتها فرنسا لأجل الحصول على الجنسية الفرنسية في تونس. طبعا في العدد الأخير الأول تحدثنا على تاريخ أول مرسوم صدر لأجل الحصول على الجنسية الفرنسية في تونس، اللي صدر يوم 29 جويلية 1887، صدر في 29 جويلية 1887. هذا القانون اللي هو مرسوم بالتحديد وضع بعض شروط بالنسبة للتونسيين للحصول على الجنسية الفرنسية. من بين الشروط الأساسية، ما رايحين نتحدثوا على الشروط الأساسية، ماناش رايحين نروحوا الفروع، وإنما الشروط الأساسية هي أن كل تونسي شارك إلى جانب الجيش الفرنسي لمدة 3 سنوات فما فوق فيحق له الحصول على الجنسية الفرنسية. طبعا فرنسا بعد ما استعمرت الجزائر وبعد ما فرضت الهيمنة على الأراضي التونسية كانت بحاجة إلى أفراد في الجيش لأجل فرض هيمنة أوسع في النطاق. يعني إذا كانت فرضت هيمنة على منطقة أو المنطقتين فهي بتقدر تفرض الهيمنة تاعها على جميع الأراضي، فكانت تحتاج إلى أفراد في الجيش، وخاصة أن الجزائر مثلا بلد مجاور كان عندها مساحة شاسعة. ثم زادت في نفس المرسوم أعطات سمحت لكل فرنسي لكل تونسي قدم خدمات معتبرة. هذا القانون، هذه النقطة الأساسية بالتحديد، كانت تؤخذ بعين الاعتبار في جميع القوانين الصادرة. يعني كل تونسي قدم خدمات معتبرة لفرنسا فيحق له الحصول على الجنسية. واليوم في فرنسا إذا كان حبي تطلب جنسية مهما كان النوع الجنسية، فهناك من هذا الشرط من شروط، يعني شرط الحصول على الجنسية في حكم إذا كان راك مقيم هنا بفرنسا، أنك قدمت خدمات معتبرة لفرنسا، سواء خدمات سياسية أو خدمات اجتماعية أو خدمات رياضية أو خدمات علمية، فيحق لك الحصول على الجنسية الفرنسية. هذا في الوقت الحالي. دونك هذه النقطة تاع تقديم خدمات معتبرة لفرنسا، وضع هذا الشرط منذ 1887 في تونس، وفي الجزائر منذ 1865 في قانون سيناتيس كونسيل. وزاد هذا المرسوم بالتحديد قام بتنظيم طريقة وكيفية الحصول على الجنسية الفرنسية، واللي من خلال طريقة التنظيم آنذاك في تونس هي أنه الراغب في الحصول على الجنسية الفرنسية واللي متوفرة فيه شروط يتقدم إلى السلطات الفرنسية المحلية المتواجدة عبر جميع القطر التونسي أو حتى جميع القطر الجزائري، أو لأن فرنسا عندما تضع يدها على أرض فهي تضع في كل منطقة تضع ممثلين لها ومسؤولين وتابعين لها. كي توضع طلب لدى السلطات المحلية الفرنسية، طبعا تقوم السلطات المحلية بإرسال ملفك إلى المقيم العام لوريزيدون جينيرال اللي كان يمثل الدولة الفرنسية. هذا لوريزيدون جينيرال ولا المقيم العام يقوم بتقرير واللي يضع الرأي تاعه فيك في الملف تاع صاحب طلب الجنسية ويرسله إلى وزارة الخارجية المكلفة بتحضير يعني المكلفة بعدة نطاق، يرسله إلى الجهة المعنية، إصدار مرسوم تجنس إلى غير ذلك آنذاك. دونك المرسوم الأول كان مبني على 3 نقاط: إذا كنت قدمت خدمات معتبرة إلى فرنسا، إذا كنت قدمت ولا شاركت إلى جانب الجيش الفرنسي مع فرنسا، وزاد نظم وخاصة طريقة الحصول على المرسوم أو طريقة كيفية طلب الجنسية. من بعد هذا المرسوم جاءوا عدة قرارات وعدة قوانين وعدة مراسيم متتالية، ولكن معظم هذه المراسيم كانت تسهيلات فيها ولا شروط فيها تتمحور على نقطتين. مثلا نجد المرسوم اللي صدر في 1899 اللي معدل للمرسوم الأول 29 جويلية 1889، وبعدها صدر مباشرة قانون لـ 2 أكتوبر 2010، يعني 11 سنة فما بعد. بعدها بعد 4 سنوات لـ 20 أوت 1914، قانون تاع 20 أوت 1914، وبعدها قانون لـ 8 نوفمبر 1921، واللي كانت تتمحور جميع هذه القوانين، يعني كانت تتمحور
شروط فيها في نقطتين أساسيتان، طبعا تؤخذ دائما بعين الاعتبار تقديم خدمات معتبرة لفرنسا في جميع قوانينها، وتؤخذ أيضا المشاركة في الجيش الفرنسي إلى جانب الجيش الفرنسي، لا يعني لا نقاش في ذلك. نضيف إليها نقطتان، هي أن كل تونسي تزوج من فرنسا ولديه أبناء، يعني ماشي تزوج مع فرنسية فرونسيز وما عندكش دراري تطلب الجنسية، لا، لازم أنك تزوج مع فرنسية ويكون عندك أبناء، يعني كي يكون عندك أبناء من حقك تطلب الجنسية الفرنسية. والنقطة الثانية، هو كل شخص حصل على شهادة بكالوريا من جامعة فرنسية، كل تونسي عنده شهادة بكالوريا من جامعة فرنسية فيحق له أن يصبح فرنسي وتسمح له الجنسية الفرنسية. من خلال هذه النقطتين نلقى ولا نستنتج أن فرنسا كانت تسعى إلى إدماج التونسيين أيضا في الثقافة الفرنسية. شوف، قلت يتزوج مع فرنسية ولديه أبناء، كي تزوج مع فرنسية وتعيش مع فرنسية حتما سيكون لك ثقافة فرنسية. الأبناء يتربوا عند الأم أكثر ما يتربوا عند الأب، فإذا كانت الأم تاعهم فرنسية فالأبناء راحين يديوا ثقافة فرنسية، والأب يتبع أيضا الأبناء. وهذا من خلال المشروع تاعها هو أنها تخلي تونسي واللي فرنسي، الهدف أنها تبقى مهيمنة ومسيطرة على الأراضي التونسية. أضف أنها تحفز التونسي، تعطي له تحفيزات، تقول له إذا كان جبت بكالوريا في جامعة فرنسية، حصلت على بكالوريا من جامعة فرنسية فمعنتها أو مدرسة فرنسية، معنتها عندك الحق في الجنسية. هذا يدل أيضا أن فرنسا كانت دير تحفيزات باه يروحوا يقراوا في المدارس الفرنسية ويتحصلوا على بكالوريا فرنسية، باه يبقى الشعب التونسي يتحول من مسلم ويتحول من الهواية التونسية ويصبح فرنسي من ناحية التفكير ومن ناحية الثقافة تاعه. ثم يليه قانون جديد، وهو قانون 20 ديسمبر 1923. هذا القانون الجديد اللي اصدر في تونس بعد قانون 1921 قدم تنازلات وتسهيلات أخرى، منها يعني نذكر الأهم فيها أن كل تونسي متحصل على بكالوريا أو متحصل على شهادة من مدرسة صداقي فيحق له الحصول على الجنسية الفرنسية. أيضا كل تونسي عامل إلى جانب فرنسا سواء مؤسسة اقتصادية أو مؤسسة فرنسية أو إدارة لمدة 10 سنوات فما فوق، يعني أي تونسي خدم في إدارة فرنسية لمدة 10 سنوات فما فوق أو مؤسسة سواء صناعية أو اقتصادية، شرط أن تكون مؤسسة فرنسية لمدة 10 سنوات فما فوق، فله الحق في الجنسية الفرنسية. أيضا قدمت تسهيلات بالنسبة للأشخاص المشاركين في الحرب العالمية الأولى 1914 إلى 1919 لجميع أي تونسي شارك إلى جانب الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الأولى فله الحق في الجنسية الفرنسية. أيضا قدم تسهيلات أخرى، كل أب أو ابن فقد، إذا كان أب فقد ابنه من أجل فرنسا في الحرب العالمية الأولى مثلا فيحق له الحصول على الجنسية الفرنسية، أو الابن إذا كان فقد الأب تاعه في الحرب العالمية الأولى فيحق له الحق أيضا في الحصول على الجنسية الفرنسية. كل شخص عنده شهادة من مدرسة فرنسية، شهادة عليا جامعية، فيحق له الحصول على الجنسية الفرنسية. ثم زاد قدمت بعض التسهيلات، كل شخص مثلا لديه 5 أبناء يقرأوا في مدرسة فرنسية، يعني أي تونسي عنده أكثر من 5 أولاد يقرؤون ولا يقرأوا ولا يتابعوا دراستهم في مدرسة فرنسية فيحق له الحق في الجنسية الفرنسية. وما هو سبب إصدار قانون 1923؟ هي في حقيقة الأمر السبب أن الإيطاليين المتواجدين، المعمرين الإيطاليين المتواجدين في الأراضي التونسية بعد فرض فرنسا لهيمنتها على الأراضي التونسية تعدوا الآلاف مقارنة بالفرنسيين اللي كانوا ما يتعدوش نصف المعمرين الإيطاليين.
فهذا حدث يعني خلق ارتباك وخلى فرنسا تعاود النظرة تاعها في طريقة التجنيس، وكانت حبت أيضا تجنس الإيطاليين، ولكن القانون كي صدر حكم الإيطاليين وفي نفس الوقت حكم التونسيين، لأن الإيطالي كان يعتبر أوروبي ولكن أجنبي بالنسبة لفرنسا، والتونسي أيضا كان يعتبر أجنبي لفرنسا. لماذا؟ لأن نظام الفرنسي المطبق في الأراضي التونسية هو نظام الحماية وليس نظام كما الجزائر عبارة عن مقاطعة، ولذلك استفاد التونسيين إلى جانب المعمرين الإيطاليين من هذا القانون لعشرين ديسمبر 1923. وبعد ذلك حدث واش صرا في تونس، وأحداث وأحداث وصرا واش أصرا، وخاصة الأحداث اللي تحدثت لكم في العدد الأول المعروفين بأحداث أفريل 1933 اللي شنتها الأحزاب ضد مشروع التجنس، إلا أن فرنسا كملت كما يقولوا كملت في المشوار تاعها وصدرت قانون جديد اللي كان صدر من قبل في الجزائر وكان أخذ بعين الاعتبار في تونس، ولكن تم تطبيقه أو كما يقال أخذ بعين الاعتبار على العلن، رغم أنه استعمل قبل هذا التاريخ، وكان تونسيين يتحصلوا على الجنسية عن طريق جوجمون دادميسيون قبل تاريخ 1945. ولكن إذا كان رحنا إلى القوانين الفرنسية اللي صدرت فيما يخص الجنسية في تونس، فالقانون صادر بعد القانون اللي قلت لكم عليه 20 ديسمبر 1923 كان قانون 19 أكتوبر 1945 اللي رخص وعطى ترخيص لجميع المحاكم باستقبال طلبات التجنيس وتسجيلها ومنح حكم تجنس يعني جوجمون دادميسيون لكل مواطن تونسي أراد الحصول على الجنسية الفرنسية. وهذا القانون تحت رقم 2447 45 تيريتسيس 45 البند الثاني والعدد البند الشطر الجزء الثاني والبند 128 على ما أظن 128. هذا القانون سمح للتونسيين، وفي هذا القانون يعني الشروط ما كانش صعبة، بمجرد أنك تقدم إلى محكمة وتطلب الحصول على الجنسية الفرنسية فيقدموا لك تسهيلات كبار وتتحصل على الجنسية الفرنسية بكل سهولة آنذاك في 45 إلى غاية استقلال تونس. رغم أحداث أبريل 1933 إلا أنه هذا لم يمنع فرنسا من تجنيس آلاف من التونسيين، وآلاف من التونسيين متحصلين على الجنسية الفرنسية آنذاك لليوم ولادهم راهم يطالبوا بالحصول على الجنسية الفرنسية. نتيجة القول كما خلاصة القول، إذا كملنا عن إذا كان خذينا بعين الاعتبار الجزء الأول ثم خذينا بعين الاعتبار هذا الجزء الثاني، فهذا اليوم اللي رانا فيه في التحديد إذا كان أبناء هذو الناس اللي داروا الجنسية آنذاك اليوم في تونس ويطالبوا بالجنسية الفرنسية، فلا نجد فرق كبير بيناتهم بين الجزائريين. يعني في تونس صدروا قوانين لمنح مراسيم للتونسيين، في 1945 صدروا قوانين لمنحوا ان جوجمون دادميسيون. في هذا الحالة نلقاو باللي التونسي اليوم باه يثبت ان جده ولا الاب تاعو ولا احد من العائلة تاعو متحصل على الجنسية وحب يطلب الجنسية، ما عليه الا انه يدير بحث يحوس على مرسوم تجنس او يحوس على حكم تجنس جوجمون دادميسيون، واذا كان لقى جوجمون دادميسيون ولا لقى مرسوم تجنس من حقه يقدم ملف الى مصلحه الجنسيه بفرنسا ويطلب الجنسيه الفرنسيه. اذا خلاصه القول ان اختلف القوانين بين الجزائر وفرنسا، ولكن نفس المنهج الذي اتخذ. فاليوم لازم على كل تونسي حاب يدي الجنسية نسبة إلى الأب تاعو اللي دار الجنسية قبل الاستقلال أنه يحوس على مرسوم تجنس أو حكم تجنس. في فيديو قريب إن شاء الله نشرح لكم طريقة البحث عن المراسيم سواء للتونسيين سواء للجزائريين أو للمغاربة. مستقبلا إن شاء الله سأضع فيديو خاص بالمغاربة ليكون غدا أو بعد غدا بحول الله. تحية طيبة مني إليكم جميعا، وابقوا على خير يا خوتي.